مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا في المجال بزيادة لأخي الله قر أعيان، أنت يا شهر الإفادة، مرحبا يا شهر رمضان، كل الأحيان واليتيم في الجلادة، مرحبا يا شهر الإحزان والصفا والاستفادة، مرحبا كل من كان حاد من تقواه زادا، كل مسلم فيك ناشطان في توجه للعبادة، مرحبا وله طاعة عادة في تراويح وقرآن، قد جفانا وما القعادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا.
من حباني عما عبادة تتغشى فخر عدنان وكذا